أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، نحمده تعالى ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونتوكل عليه. وصلي وسلم على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. إن شاء الله نستمر في الدروس ديالنا، نستمر حول القراءات نتاع القرآن، الصور نتاع القرآن، راجعوا الصور نتاع القرآن. نحاول كان ننصح الإخوة اللي راجعنا في المسجد هذيك الصور، راجعناه جميعا، فنحاول الانسان يراجعهم في المنزل ديالو. ثم بعد ذلك عندنا صورة أخرى اللي تكلمنا عليها، صورة البينة، الانسان يحفظها ويحفظ الصور اللي راجعناهم، يحاول يحفظهم يوميا، يحفظ واحد جزء منهم. ثم ان شاء الله عندنا واحد القراءة ديال صورة الزلزالة، نصحوها إن شاء الله، نقراوها جماعة، ثم الإنسان يحاول باش يحفظها كذلك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فإن شاء الله هذه قراءة، قراءة حفص، برواية حفص. ثم إن شاء الله هذه جاية القراءة الثانية اللي تكون برواية ورش. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم سائر الأعمال. فإن شاء الله بعد ذلك كان صورة، وهي صورة حول إن شاء الله العاديات، ضبحا، صورة العاديات إن شاء الله نقرأها كذلك جماعة. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. إن شاء الله هذه قراءة حفص ثم قراءة ورش إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا نعود القراءة تاع فالمغيرات هنا فالمغيرات أغلبهم كيدير هذا الخطأ فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد
أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. إن شاء الله نطلب الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا يا رب العالمين حتى لهذه الصورة، إن شاء الله نتوقفوا راجعوا الصور الفاتحة مزيان مزيان، عاودوها سورة الإخلاص، قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، ثم بعد ذلك سورة الضحى، والضحى والليل إذا سجى، نعودهم نراجعهم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب إلى ربك فارغب. ثم بعد ذلك نراجعوا سورة والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. ثم بعد ذلك سورة اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. ثم بعد ذلك سورة إنا أنزلناه، سورة القدر، إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر. ثم بعد ذلك رجعوا، لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. ثم بعد ذلك رجعوا، إذا زلزلت الأرض زلزالها. ثم بعد ذلك رجعوا هذه الصورة، وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها، يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها، يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ثم هذه الصورة القرآن الأخيرا، والعاديات ضبحا فالموريات قدحا إلى آخر الصورة. فإن شاء الله نحاول نحفظهم، إن شاء الله أنا عارف راكم حافظينهم، لكن نحاول نزيدهم نحفظهم يوميا، نعاودهم في الصلاة ديالنا، نعاودهم في احنا جالسين الان في الديور ديالنا، نحاول نراجعهم يوميا، لان القران كي يتفلت كما تتفلت الابل دغيا كيتنسى القران. فانا كان انصحكم ان شاء الله الاخوه ديالي، الاخوه ديالنا في المسجد، ان شاء الله نحاول تراجعات الصور يوميا. نطلب الله سبحانه وتعالى ان يتقبل منا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبك محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزه عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.